إذا أنا وسند غان غدا نيتا زكجدا الناس غنشرى الشارع طار صنع الرخصة الناس مشان غا الرخصة الشارعة الشارع المستشافين قرب مسجد الأمينة ما راه خصا كيس نخدم قاش 25 سنة شداني 90 خصا تا وينو شهر إضاء يسوس الزر وز ما تخدم عشان حاجة تنغلي الخوك شي ليك تيزام قناة تقد التيزام شو غريب وتجيرت قينا ليلا مش تصغك تا وينو ما تقيم تجير دي الشارع ما تلقى عشان حاجث ما توقع عشان نحاش شي ناشني غد ناوي عساس النغمر ما توقع عشان حاجه هذا نسكن شي غير حبس انا حنجي طاون غادي يجيرني مين هزني ودان خان غفغن هذا نقشنا الرخصه هاقش هالجيلي ونزي خد مغرش نجيلي ونزي خد مغ هاقشت قاش بوبري وها غري حنجان غري 40 دور تاكسي ازنا نقضي عندني تي قاش غاري داوينات غاري ثاني تلا الرخصه مي جا الرخصه نينو سند عشوائيين الالتزام دايس وجده ودايس بالنظر خصنا نسند دايس النظر نسيو انا ما نسدوسين اخا نغزر الشي السانيتا تغير حقوق كاين واش 25 سنه شداني تاك الصحاب ديال هنا مره كي شهدن اقشي ولا مره كي شهدن مش غاري هذا سوز زلاقش وما اقش غزادرينو 16 بولو ماني غير حق ماني غير راح الخوق انا اما استتباع اما باش نسكر حبس روحك الالتزام هاقا وما الالتزام هاقشت الالتزام تيشي الالتزام راح تعمر هاقشت تيشي الالتزام راح تعمرنش ها وينو ماني نغقر نشتا وينو ماني نغقر ها وينو راح نسجل سجعني قا 25 سنه جديد صحاب في حونا مر السنين هذا نيتا مين غقرني نقانش لا قانش نشرا ودني غاش شي الرخصه اكي يوم خدمه هذا مك شغل واجبات النوم نيني وغاس نقع الرخصه ومشي انا ماني جا الرخصه ني غاس كاي باركي ني غاس كاي داني تاع الرخصه كاي بلاك كان بارك شرح من غاك صحاب في حونا تعاون انا مره كي من غاس اسيني ني غاس صحاب في حونا ماني غقرني روح جارس نقار ديرو مفرد كاس نديني مين داس غقر شقار ديرو مفرد غوان طحنت نسني باش بغيت باش دايرين الثاني قاوس عند العصابه هنا قاينا ودي وسين دال الشران يني شهر رانس روزان بلا كان البارك يتي شهر رخصه يتقاش الباش النش مسؤوليه رئيس البلديه اللي غكينا موتو يقاش عاون ما يعاون ما يكنو سكاع هذا غكني وكا غكني وكا انا رئيس فان غدا وجداوين مين غنكش شي ماني غانح انا حال مذني قال انا شي غنغيح نجا نخدم خاسن ما انا حال مذني ايوا انا قاو كينا فين من الناس تجيب نسن ماذا نغارنا نحن ايش شاقا ونزما نحن ايش شاقا نغضا ونغ نتقول ربي العالمين ايوا انا مين خصنا غنغضا نيتا هذا نغشنا الرخصة هذا نغقم بلايك للبارك بلي البارك كي سنخدم مين يتا اني غاس شي 200 دور النهار كي نخدم كي كي نومي ما قصهم ذوني النوم نشاط قيم غدا سجيت حملق مسؤولية دا سجيت مين دا غقر ناس دا سجيت قاش مرة تروح شان الحاج قاش كمسؤول خاص عم صوري تروح شان الحاج يوضا نقا حقانا نغداني تا دابا صاحبي حاجة حنا كنخدمو هنا ودابا هاد باركين هنا راك عارف دابا كيعمرو علينا عيش شحال الحوانت ودابا حنا ما كنصورو والو فهمتيني وفين غادي نمشيو حنا عندنا الوليدات وعندنا راك عارف بزاف فين غادي نمشيو دابا انت كيبلعوني الحوانت ميمشيو عند داك شحال الحوانت كيقول لك ما نخلصكمش فهمتيني هو روحو فيما ديرو كما بغيتو فهمتيني ودابا راه جاو عندنا قال لك خصك تخلصو تعطونا 4000 فرنك النهار فهمتيني وحنا ما كنصوروهاش كنصورو 60 درهم اش غنديرو كنديرو 60 درهم واش نشرب بها نقلب نجيب بها راه حنا ما كارت غالب الله فهمتيني اللي جابو النهار دالي ودابا عندي الدار باقي ما محرساش وباقي ما داير فهمتيني بزاف ايوا دابا راك عارف مسؤوليه ها مسؤوليه من اللي كتحملها شكون البلديه رئيس البلديه اللي منعها شنو كنطلب دابا من هادشي؟ كنطلب دابا ما عندي ما نعطيهم دابا رانا الغالب الله اللي جابونا. وعم سلام. كيسرقوا. واه دابا كيسرقوا ماشي دابا. بغا يسرقوني سال فين ترى صحاب وجده جاو دابا باش صابوا لنا دور والو دابا بغا يكملوا علينا حنا. فهمتيني؟ هادي ما بغيت نهضر لكم على واحد المشكل اللي جاري لي انا كحارس امن خدمت لمده 5 سنوات هنا واليوم كتجي واحد الشركه وكتدخل علينا كتقول لك باننا خصنا نخلصوا لهم واحد الواجب قدره يوميا 40 درهم وهذا الواجب هذا في واحد البلاصه اللي هي ممنوعه اللي هو قدام المستشفى المركز الاستشفائي الاقليمي لمصحه النهار والخاص ديال الخاص يعني خاص بوزاره الصحه واللي خاص بالقبضه وهاد البلاصه كي باركيو صحاب الناس اللي خاصين بالكلينيك يعني الناس اللي كيجيو المصحه حنا الناس هنا ما كنفرضوش عليهم شي واجب ما كنقولوا لهمش خلصونا بواحد القدر مالي هنا الناس كيتعاملوا معنا انا كنتسخر الاطباء كنتسخر لهم كني كنجيب لهم الغدا كنجيب لهم الماء الناس في القهوه كنتسخر لهم كيعاملوني باش تجي هاد الشركه ويتكرفسوا عليا ويزيروني انني باش نعطيهم واحد الواجب والمدير قبيله ما عطى ولا ما عطى المسؤول ديالهم طرشني قبيله يعني جوج كلمات وطرشني هذا راه ماشي قانون
قانون ماشي واجب ماشي حتى شي حاجه. الا كانوا هاد الناس فعلا حقا كارين هذا الشارع هذا يديروا واحد البلاكه، لانك تترمز على انه هذه البلاصه باركينغ، هذا شارع مستحيل ويستحيل ان الشارع تكون خاص بوزاره الصحه اللي كيجيو ليه المرضى وكيصطالوا فيه الاطباء نجيو نتخلصوا حنا من الاطباء. حنا كنتعاملوا مع الاطباء، انا كنقولها وكنعاودها، كنتعاملوا مع الاطباء وشكرا.